قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. قام عدد من شباب ولاية نعامة أمس بوقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع نعامة، منددين بالتعسفات الإدارية، وذلك فيما يخص أصحاب مركبات نقل البضائع وفيما يخص الضرائب وعدم القدرة للتأمين السياحي للسيارات والشاحنات، وذلك لعدم توفر العمل في الولاية. مصطفى الدحاوي رصد لنا التالي. احنا جماعه تاع لاكناك تاع لونساج، دينا الوطن، دينا الكوامين، دينا بزاف صوالح جماعه داو، وما لحقوش باه يخلصوا. راهم يستيزيو فينا في الماتيريال بالوثائق بالدليل. كاين جماعه اللي خلصوا بورسونتاج، كاين جماعه اللي خلصوا، كاين كذا راحوا ما رومبورساتهمش لاسيرونس، لاسيرونس راه خلصوا تيوريسك وما ترومبورسيناش. رانا مقبولين في هذا المشروع، درك اللي زامبو يتبعنا، الكاسنوس يتبعنا، البروسيت يتبعونا، رانا مغبونين. المخير في النهار يجيب 60,000، المخير يجيب 60,000، ورانا حاصلين في هذا المشروع خلاص، ما لقينا منين نخرج. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.